طيب هناخد حضراتكم بقى برضو الى تطورات ردود الفعل على الاتفاقيات اللي عملها اردوغان مع فايز السراج، واللي انا باصر والح واقول يا جماعه ان هناك خطر قادم. هذا الخطر القادم يحتاج نوع من الانتباه الشديد جدا الحقيقه، لانه مش عاوزين نلاقي نفسنا قدام ورطه. النهارده كان في لقاء مهم جدا ما بين السفير سامح شكري وزير الخارجيه المصري ونائب المجلس الرئاسي الليبي الدكتور فتحي المجبري. دكتور فتحي المجبري هو نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنشق عن فايز السراج. طبقا للبيان اللي طلع من وزاره الخارجيه، فيه تاكيد من مصر بشكل واضح جدا انه زي ما اكد سامح شكري، حرص مصر على الحفاظ على وحده ليبيا وسلامتها الاقليميه وتفعيل الاراده الحره للشعب الليبي الشقيق في السيطره على موارده وتحقيق تطلعاته في بناء دولته، وذلك عبر التوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجه كافه جوانب الازمه الليبيه. وبعدين اطلع سفير سامح شكري على اخر تطورات الوضع على الساحه الليبيه، لا سيما الانتهاكات الاخيره المتعلقه بولايه رئيس المجلس بالمخالفه لاتفاق السخيرات السياسي. وجود دكتور فتحي المجبري في مصر في اشاره الى انك بتتابع عن قرب، لان انت بتتعامل مع المساله ايه؟ ما لكش دعوه باردوغان، ما ليش علاقه باردوغان. انا لي علاقه بانه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج راجل راح عقد اتفاق غير شرعي وغير قانوني، لانه فايز السراج نفسه غير شرعي وغير قانوني. ولذلك مثلا هتلاقي ان القياده العامه للجيش الليبي النهارده طلعين بيان مهم جدا. البيان بتاع القياده العامه للجيش الليبي بيتكلم عن ان هم قدام حاله من الخيانه العظمى للدوله الليبيه، يعني مضمون الكلام بتاع القياده العامه للجيش الليبيه بيقول ان فايز السراج ده راجل خان ليبيا، وصل بيه الخيانه الى درجه الخيانه العظمى. ليه؟ لانه بيمكن اردوغان من تحقيق حلم السلطنه العثمانيه، عوده السلطنه العثمانيه مره اخرى. وبيخاطب الجيش الليبي، القياده العامه للجيش الليبي بتخاطب مجلس الامن مباشره انه مجلس الامن يتدخل، لانه هنا قدام اتفاق امني وعسكري واتفاق ترسيم حدود ما بين ليبيا وتركيا، وهو اتفاق غير شرعي يمس به سياده ليبيا ويستهدف السطو على ارضها وعلى ثرواتها. العالم فيه كم كبير جدا من الجنون، فيه جنون محدش يقدر ينكره، لكن الدول المستقرة هي الدول الوحيدة التي تستطيع أن ترد هذا الجنون. لو أن ليبيا دولة كانت مستقرة، لو أن ليبيا دولة فيها مؤسساتها واقفة على رجليها، لو أن ليبيا يعني ما فيش فيها هذه الصراعات وهذه الميليشيات اللي موجودة، ما كانش تجرأ جرز زي أردوغان وفكر أنه هو يعمل كده. الدول الضعيفة الحقيقة بتبقى معرضة، والممزقة والمهلهلة هي اللي بتبقى معرضة لهذه الأطماع. لما تبقى عافي محدش يقدر يقرب منك بشكل واضح، ده على مستوى الحياة. يعني لما تبقى عافي وبتمتلك أدواتك وقوتك وسلطتك ونفوذك محدش بيقرب منك ولا بيجور عليك، لكن لما تبقى بهذه الحالة بسهل جدا ان الناس تفكر ان هي تسطو على كل اللي عندك. وهي دي الفكره اللي احنا بنقعد ندعم فيها طول الوقت، يا جماعه البلد دي طول ما هي واقفه على رجليها، طول ما جيشها صلب طوله، طول ما شرطتها يقظه، طول ما الناس في مصر منتبهه محدش هيقدر، حتى لو عايزين محدش هيقدر يقرب منها. المساله دي بقى ايه؟ وخلونا نتكلم فيها بهدوء شويه.